النهارده هيكون في مباراه مهمه لليفربول صاحب لقب كاس رابطه للموسم الماضي امام ويست هام الساعه 10 بالليل، وهيكون في كمان مباريات مهمه جدا للدوري الاوروبي هنتكلم عنها بالتفصيل مع كابتن ياسر الشناواني المحلل الرياضي اللي بينضم لينا دلوقتي عبر سكايب من لندن. صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على الساده المشاهدين. يعني في البدايه كابتن كلمنا عن فوز السيتي امبارح على واتفورد، شفت ازاي طريقه لعب جوارديولا؟ طبعا طبيعي جدا ان فريق بحجم السيتي عندهم مدرب من احسن مدربين في العالم بيب جوارديولا، قيمه تسويقيه عاليه جدا بالنسبه للاعبين، ان هو لاعب فريق بحجم واتفورد. واتفورد رغم ان هو كان موجود في البريمير ليج لسنين طويله، لكن هو دلوقتي ريليجيت للتشامبيونشيب، فهو يعتبر في نادي في الدرجه الثانيه دلوقتي، فطبيعي ان مانشستر سيتي يقدر يفوز على واتفورد. لكن بيب جوارديولا دايما يعني مدرب رائع، مدرب بيقدر يتعامل مع كل مباراه بالقطعه، يعني بتعامل مع المباراه، بتعامل مع البريمير ليج بطريقه، بتعامل مع كاس الرابطه الكاراباو كاب بطريقه، بتعامل مع كاس تحت الانجليزي الاف اي كاب بطريقه، لكن احنا شايفين ان هو بيدي فرصه للاعبين شباب، ودايما جوارديولا عنده ميزه كويسه جدا ان هو بيدي فرصه للشباب، وعلى راسهم طبعا يعني مثال حي جدا وهو في الفودن. في الفودن اداله يعني فرصه كبيره جدا وهو صغير، بقى دلوقتي من اللعيبه الاساسيين في مانشستر سيتي ومن اللعيبه الاساسيين في المنتخب الانجليزي، لكن وبرايت طبيعي وايت جدا كمان ان مانشستر شفنا سيتي مشاركته امبارح، جارديولا شاركه مع ان عمره لسه 16 سنه تقريبا. ما هو ده اللي بنتكلم فيه، ان فعلا بيب جوارديولا بيبقى عنده نظره قويه جدا ونظره ثاقبه بالنسبه للاعبين الشباب، وزي ما قلنا على فيل فودن بنتكلم عن لاعبين كتير جدا، ان هو يدي فرصه للاعب عنده 16 سنه، فدي فرصه كويسه جدا ان هو يقدر يجربه وياخد خبره في الكاراباو كاب، ياخد خبره في الاف اي كاب، بحيث ان هو بعد كده ممكن يحتاجه، رغم ان هو عنده لاعبين كبيره جدا قيمه تسويقيه عاليه، اسماء كبيره جدا، لكن برضه بيحتاج لعيبه، لان البريمير ليج يعني اقوى دوري في العالم وطويل جدا وبتحتاج لعيبه كتير، فانا شايف ان بيب جوارديولا دايما بيدي فرصه للاعبين الشباب، ودي بتاثر تاثير ايجابي على مانشستر سيتي. كمان تشيلسي تاهل بعد فوزه على بارو بنتيجه كبيره شويه، رايك ايه في المباراه دي؟ طبعا تشيلسي دلوقتي بياخدوا خطه ثابته ان هو يرجع تاني لمنصات التتويج، يعني شفنا تشيلسي في الفتره الاخيره في الموسم الماضي، الموسم قبل الماضي كان نتائجه سيئه جدا وكان في حزن كبير جدا من كل جماهير تشيلسي، لكن انا شايف التغيير اللي حصل وان استقدموا نجم تدريب انزو ماريسكا الايطالي مع تشيلسي، وشايف ان هو عامل شغل كويس مع تشيلسي سواء على البريمير ليج، وخصوصا ان هم فازوا المباراه الاخيره امام ويست هام بثلاث اهداف وادوا اداء رائع، فشوف ان طبيعي جدا ان تشيلسي يقدر يفوز، وانا شايف ان تشيلسي هيحقق نتائج كويسه سواء في الكاراباو كاب او في البريمير ليج الموسم ده. طب النهارده في مباراه لليفربول وويست هام، شايف ازاي المباراه هتكون؟ كلمنا عن مشاركه صلاح، يمكن هل هيشارك ولا لا؟ طبعا هتكون مباراه قويه جدا، وخصوصا انها بفريقين اسماء كبيره جدا، ليفربول اللي هو حصل 10 مرات على الكاراباو كاب بيحاول ان هو حامل اللقب، فبيحاول يحافظ على اللقب، بيحاول ان هو يفوز النهارده على ويست هام، ويست هام الجريح اللي زي ما قلنا خسر اخر مباراه، بيأدي اداء يعني اداء الى حد ما سيء في البريمير ليج في المركز ال 14 باربع نقاط، وده لا يليق باسم يعني باسم ويست هام وتاريخ ويست هام في البريمير ليج، لان شايف ان ليفربول هيحاول ان هو يفوز، هيحاول ان هو يحقق اللقب تاني مره، شايف ان ارني سلوت بيحاول ان هو يثبت اقدامه، لان ارني سلوت يعني اول مره يدرب في البريمير ليج جاي لليفربول، دايما الناس بتعمل مقارنه ما بينه وبين يورجن كلوب، فبيحاول ان هو يحقق نتائج كويسه سواء على مستوى البريمير ليج او على مستوى الاف اي كاب، لكن انا شايف ان هتكون مباراه قويه جدا، لكن انا شايف حظوظ ليفربول هتكون اكبر في الفوز النهارده. طيب لو رحنا بقى للدوري الاسباني، ويمكن شفنا فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس، لكن الفوز كان صعب شويه، رايك في اداء ريال مدريد في الدوري بشكل عام لغايه النهارده عامل ازاي؟ الى حد ما ريال مدريد بيأدي اداء كويس جدا سواء على مستوى الدوري الاسباني او على مستوى الشامبيونز ليج، لكن احنا شايف ان ريال مدريد لغايه دلوقتي ما خسرش ولا ماتش، هو تعادل ماتشين، فعشان كده هو في المركز الثاني بعد برشلونه، برشلونه هو الفريق الوحيد في الدوري الاسباني اللي محقق العلامه الكامله لغايه دلوقتي، لكن كان عنده مباراه قويه المباراه الماضيه امام اسبانيول وقدر انه يفوز 4، امبارح كانت مباراه الى حد ما قويه امام ديبورتيفو ألافيس، لكن انا شايف ان ريال مدريد طبعا فريق قوي جدا، انشيلوتي مدرب من احسن المدربين في العالم، اسماء كبيره جدا على رأسهم امبابي، فينيسيوس.
حارس مرمى كورتوا، اسماء كبيره جدا. فانا شايف ان ريال مدريد هيحاول يعوض الفرق ما بينه وبين برشلونه، وانا خايف ان انا شايف كمان ان هتكون دايما ما فيش في الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونه، بيخش على يعني على استحياء اتلتيكو مدريد، لكن هتكون دايما المنافسه ما بين ريال مدريد وبرشلونه حتى نهايه الدوري. طيب لو رحنا بقى او مكملين في الدوري الاوروبي بشكل عام، ونركز على مباراه نيس واللي فيها بيلعب محمد عبد المنعم امام ريال سوسيداد، بتشوف ازاي او مين الاقرب للفوز بالمباراه او الاولى بيهم، خليني اقول في المرحله دي بالفوز يعني؟ لما بنتكلم عن يعني الدوريات الكبرى في العالم، 5 دوريات كبرى في العالم، سواء الدوري الاسباني، سواء الدوري الايطالي، سواء الدوري الالماني، سواء الدوري الانجليزي، لكن بنشوف ان الدوري الاسباني اقوى من الدوري الفرنسي. يعني محمد عبد المنعم بيأدي اداء كويس، ادى اخر مبارتين كان رائع، اداء رائع مع نيس. محمد عبد المنعم عنده خبره كبيره جدا بالخبره اللي اخذها في الفتره اللي كان موجود في النادي الاهلي ومع منتخب مصر، لكن ريال سوسيداد برضه فريق قوي جدا بيأدي اداء رائع في الدوري الاسباني. هتكون مباراه قويه جدا، ممكن تكون يعني كل يعني الاراء بترجح كفه ريال سوسيداد، لكن انا شايف هتكون مباراه قويه جدا، واحتمال كبير جدا ان نيس يقدر يعمل مفاجاه ويفوز على ريال سوسيداد. بالفعل مباريات يعني ممتعه جدا، فاحنا مستنيين نشوف ايه اللي هيحصل في الفتره الجايه. بنشكرك كابتن ياسر الشنواني المحلل الرياضي، شكرا. كل الشكر ليك. مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل سريع، ومن بعد الفاصل نرجع نكمل بقيه فقراتنا، فخليكم معانا.